منطلقات أربع، ألا وهي تغيير العقليات، عصرنات الإدارة، تجديد النخب، من أجل تحقيق هدف العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال الرفع من إنتاج الثروة، أي رفع من نسبة النمو، وتوزيعها أي موازاتها من خلال التنمية. سؤال طرح وهنا أتفاعل فقط، هل الوثيقة الدستورية تجيب على التطلعات المجتمعية؟ وهل القوانين التنظيمية تواكب تطلعات النموذج التنموي الجديد؟ هنا الإجابة بسيطة فقط، في الدستور السابق دستور 1996 كان للبرلمان 30 صلاحية، وكان يطالب بتوسيعها رغم أنه لم يستنفذ تلك الثلاثين، ورفعت إلى 60 صلاحية، علما أن أعضاء مجلس النواب يقررون في محطات اجتماعية مصيرية بأقل من 60، حتى بأقل من عدد الصلاحيات الموازية لها. هنا توجه هو استثمار الوثيقة الدستورية بما عليها بإيجابياتها وسلبياتها. آنذاك يمكننا أن نتكلم عن استنفاذ الوثيقة الدستورية لمتطلباتها أمامها. نفس الشيء بالنسبة للقوانين التنظيمية للجامعات الترابية، لا يمكننا أن نقيم أو أن نقوم بتقييم أو تقويم القوانين التنظيمية للجامعات الترابية علما أنها لم يتم استكمال المراسم التطبيقية ولا القرارات التنظيمية ولا الموازية لها من خلال وزارة الداخلية، مما يعني وجوب ضرورة استثمار القوانين كما هي، ثم نتكلم عن إمكانية إصلاحها وتقويمها وتقييمها. فيما يخص الحلول، ليست هناك حلول كما سبق الذكر، وإنما وجب أظن هذه وجهة نظر استثمار التوصيات. هناك مجموعة من التوصيات، وفقط أختصر التوصيات الأخيرة لمجلس الاقتصاد الاجتماعي والبيئي سنة 2017 الذي ذكر فقط هذا المجلس فقط 76 توصية خاصة بالرقي بجامعات التراب. إذا ما تم استثمارها بالقدرة بالكيفية المأمولة وبنفس طريقة ما خلصت إليه المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية مؤخرا، يمكن أن نتكلم عن منطلقات النموذج التنموي الجديد. وهنا ما أخشاه، أكثر ما أخشاه في هذا النموذج التنموي الجديد هو أن يصبح مجرد عملية تقنية، لأن المجتمع المغربي بمختلف تجلياته قد لنقل أنه أضاع وأهدر فرص عديدة، خاصة فرصة ديال التعديل أو تجديد الوثيقة الدستورية، فرصة الجهوية المتقدمة ومذكرات المرصودة إليها. المجتمع بمختلف تجلياته، سواء كانت أحزاب سياسية، سواء كان المجتمع المدني، سواء كانت نقابات أو قطاعات عمومية، كلها أهدرت فرصة الالتقاء مع التاريخ الجهوية المتقدمة. حينما ذكرت بأن هناك فرق بين الجهوية الموسعة والجهوية المتقدمة، فالملك منذ سنة 2008 إلى سنة 2010 كان يتكلم عن الجهوية الموسعة ومجموع المذكرات المرفوعة إلى اللجنة الجهوية للجهوية المتقدمة، كانت تتكلم بمجموع يعني الممثلين للمجتمع، سواء كان نقابات أو أحزاب، 34 حزب أو جهات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، كانت تتكلم عن الجهوية المتقدمة إلى درجة أن تقرير اللجنة الجهوية كان لا يرقى حتى إلى الوثيقة الدستورية الجديدة. أعطيك كلمة السيدة.